يمرون من الأمام منصة التحية. مرحبا مرحبا برجال المعارك، مرحبا برجال الحروب، مرحبا بمن لبسوا القلوب على الحروب. مرحبا بكم أيها المجاهدين الأبطال، مرحبا بكم ومرحبا لكم وهنيئا لكم هذا الانتصار الذي حققتموه بتلك العبادة الصلبة والإيمان الثابت والراسخ. هنيئا لكم، مرحبا لكم أيها المجاهدين. تمر الآن من أمام منصة التحية كتيبة إسناد اللواء لواء الشام الحشد حشد الشعبي. أهلا بكم ومرحبا بكم يا من وصلتم أسلحتكم إلى عمق ديار العدو. مرحبا بكم يا من جعلتم العدو لا يكاد ينجح بمشروعيتكم. مرحبا بكم يا من تكبر منابلكم ومشروعيتكم أرض العدو. أهلا ومرحبا برجال المدفعية الأبطال. أهلا ومرحبا برجال الحروب. أهلا أهلا بأبناء المذهب، أهلا بأبناء الوطن، أهلا بالذين يفقدون بأنفسهم ودماءهم الزكية أرض الوطن وترابه. كما ابتدع بذلك أي ابتدع لعبد الله الحسين بنفسه الشريفة وبموهبته وآل بيته وعياله فداعا لهذا الدين وفداعا للمقدسات ومن اجل اعلاء آية الحق. ما زالت سرية إسناد اللواء كتيبة إسناد اللواء تمر من امام منصة التحية لتسحق بعجلاتها تلك الأعلام الخبيثة، أعلام الكفر والطاغوت، أعلام قوى الشر والطغيان المتمثلة بأمريكا وحليفتها المجلدة إسرائيل. ألا تحصل لهم؟ سنلقي لهم درسا لن ينسوها أبدا. فلينظروا إلى أبناء علي وأبناء الحسين وأبناء حمزة، فلينظروا إلى هؤلاء الأبطال الذين لا يملك لوجههم أحد ولا يهدع لهم شيء إلا أن يدقوا العدو في عمق داره. Thank you.
رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله. ويقول عنهم ومن الناس من يشتري نفسه اتباع مرضات الله. ها هم المتاجرين مع الله، ها هم المنبهين بصرخة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين أبا الأحرار. هؤلاء الأحرار، هؤلاء الذين تعلموا دروس كربلاء، هؤلاء المؤمنين الذين استلموا ماء كربلاء وأرض كربلاء وتحرير كربلاء. تلك المواقف المكلفة وكعبدها يسمعون صرخة سيد الشهداء عبد الله الحسين وهو يقول: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ فكان بهم يقولون: لبيك سيدي يا أبا عبد الله، لبيك سيدي يا أبا الشهداء، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك صبري وقلبي وبصري وكل ما قلت الأرض مني. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا الشهداء، قلتها صرخة مدوية وكلمة قاسية في التاريخ، كانت هي العبرة والإلهام لأبنائك وأبنائك عندك ومواليك ومحبيك الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يبقوا على طريقك. يا أبا عبد الله، ها هم أبنائك، ها هم أبناء الحسين يجددون العهد ويرفعون العهد بأنهم سيبقون هكذا موالين، لا يعبأون بالموت، لا يعبأون بكثرة الجراحات، لا يعبأون بما يلهيهم ويصيبهم من أثر الحروب. ولقد نقلوا الأعلى دروسا وفنونا في التغذية والفداء والمسالك. هم أبناء علي الكرام، هم أبناء بطل الصفين، هم أبناء حيدر الكرام، هم الذين تعلموا تلك الدروس من مولاهم ومقتداهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وتعلموا دروس الدماء والشجاعة من سيدهم ومولاهم أبا الثوار أبا الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هم الذين عملوا صرخة أبي عبد الله الحسين عليه السلام عندما قال: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. هلكة البليغ الذي أعطاه دين الشهداء في التضحية والأباء والشجاعة من أجل الحرية ومن أجل أن نعيش أحرار. فدروس الحسين واضحة المعاني، وقد سطرها أبناء اليوم على أرض الواقع وعلى أرض المعركة. ونقلوا الأعداء تلك الدروس، ونقلوا الأعداء تلك الدروس القاسية التي وقفت
أمامها قوى الاستكبار العالمي. هم أبناء سرايا خراسان البطل، هم المجاهدين. ما يقبلوا معركة حتى ينهوها بأقل الخسائر، لأنهم ظلم الإيمان، أصحاب إيمان راسخ في عقيدتهم ومبدئهم وولائهم لمذهبهم ومقدساتهم. وهم المجاهدين الذين قاموا المعارك تلو المعارك ولم تنجب قلوبهم. هؤلاء المجاهدين الذين يحملون شهيدهم ويمضون باتجاه المعركة لا يتراجعون، هم أبناء سرايا خراسان. لم يعرفوا الهزيمة قط، خاضوا جميع المعارك وبجميع المعارك كانوا منتصرين. هم أبناء سرايا خراسان، هم الأبطال، ضحوا بالغالي والنبي وهبوا لنهضة الدين والمدعم ولنصرة الوطن. وهم اليوم يلبون تلك الفتوى والصرخة المدوية للأحرار، صرخة الإمام روح الله الخميني قدس سره الكريم. تلك الصرخة التي أذهلت العالم، تلك الصرخة التي ما زالت مدوية. فها هم أبناء سرايا خراسان يتقدمهم أمينهم العام وأمير لوائهم، يتقدمون يقولون للسيد روح الله الخميني: نم يا سيدي، نم قرير العين، فإنا سوف نكون قرة أعين لك. نم قرير العين سيدي يا مصطفى، نم قرير العين. فأولادك أبناء سرايا خراسان سائرون على النهج دائما. أبنائي أبناء سرايا خراسان على النهج كاملون. مرحبا بالمجاهدين الأبطال، مرحبا بمن لبوا الفتوى الرشيدة، مرحبا بمن لبوا فتوى المرجعية الرشيدة ويرموا لأنفسهم لا يعبؤون. فداء للوطن، فداء للوطن، فداء للمقدسات، فداء للمرجعية، فداء للدين. مرحبا بأبطال سرايا خراسان قسم الاستخبارات العسكرية، مرحبا بالمجاهدين، مرحبا بمن توغلوا في الأرض العدو لا يعبؤون، مرحبا بمن نقلوا صفوف العدو، مرحبا بالمجاهدين الأبطال. أهلا بملائكة الرحمة، أهلا برجال الطبابة، أهلا بالمسعفين والمنقذين،
لقد أبليتم بلاءً حسنا. أهلا بكم وأنتم تدخلون أرض المعركة. لقد أبليتم بلاءً حسنا. أهلا بكم وأنتم تدخلون أرض المعركة وتصلون إلى أرض الحرام. أهلا بكم حتى سميتم بملائكة الرحمة. أهلا بكم الأرواح. أهلا بالمسعفين. إن لكم دورا بارزا لما حقق من الناس. إن لكم دورا ملحوظا لما حققتموه. مروا الآن طلابة لوعد من عشر. يا قدس وانا لن أنسى. لا مئيس من يوم حط بالقلم
رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجر الصابرين. مرحبا بكردوس الشهادة والتضحية، وهو ينادي يا حسين. مرحبا بأنصار الحسين. مرحبا بكم، مرحبا بمن تعلم من علمائه، مرحبا بمن تعلم من أئمته، مرحبا بمن أخذ الدروس والعبر من الأئمة الصالحين. تتقدم الآن السيد حامد الجزائري أمر لواء الثامن عشر بإلقاء كلمة بالمناسبة، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العلي العظيم. ابتداء وقبل كل شيء أتقدم لكم أيها المجاهدون الغيارى الأشاوس الأبطال الذين لقنتم أعداء الدين والعقيدة والمقدسات الدروس تلو الدروس، أنتم أبطال الميدان، أنتم الذين غيرتم المعادلات ومحوتم المخططات، الذين وقفتم صفا واحدا كما أراده الله وكما أحبه الله سبحانه وتعالى، حيث قال: إن الله يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، أنتم الذين وقفتم بوجه الأعداء، بوجه أعداء الدين والعقيدة والمقدسات. وبهذه الساعة من هذا النهار ومن يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم، صيامكم وقيامكم وأعمالكم وجهادكم وصبركم في هذه الساعات وفي هذه الأوقات. إن الله سميع الدعاء. أرحب باسمكم باسم المجاهدين مجاهدي سرايا الخراساني، وباسم الأمين العام لسرايا الخراساني السيد علي الياسري، وجميع مجاهدي وأبطال اللواء الثامن عشر للحج الشعبي، لجميع الضيوف
الذين حضروا وشاركوا هذا الاستعراض وهذه المسيرة الحسينية الجهادية باسم يوم القدس العالمي في هذه المنطقة وفي هذا المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المجاهدين حسن العاقبة والتوفيق والسداد، إنه أرحم الراحمين. نعم إخوتي أحبتي أبنائي أيها المجاهدون الغيارى، إن شهر رمضان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى علينا كما كتبه على الذين من قبلنا هو شهر الامتحان، هو شهر الصبر، شهر الطاعة والغفران، شهر تتوحد فيه القلوب، شهر يكون المسلمون كلهم سواسية، كلهم يشعر بالآخر، كلهم يتأثر بتعاليم الإسلام ويطبق ما أمره الله سبحانه وتعالى عليه. لهذا ومن هذا المنطلق نجد إن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الإمام الخميني قدس الله سره وقدس الله روحه الطاهرة، هذا الرجل العظيم الذي كان نافذ البصيرة حكيماً عارفاً بأمور الدين والدنيا، أراد لهذا اليوم وهو اليوم يوم الجمعة من آخر شهر رمضان وآخر جمعة في شهر رمضان أن يكون يوماً للوحدة الإسلامية وموقفاً للأمة الإسلامية، لأننا اليوم بأشد الحاجة وأكثر حاجة تحتاجها الأمة الإسلامية هي وحدة الصف ووحدة الكلمة، فجعل بإعلان وتصريح وفتوى منه قدس سره في اليوم 20 من شهر رمضان لسنة 1399، ما يصادف 15 من الشهر الثامن لعام 1979، يعني في السنة الأولى التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن ذلك المكان وفي مثل هذه الأيام التي تمر علينا، يعني قبل 5 أيام قبال تقريباً 40 عام، كان لهذا الرجل العظيم نظرة ثاقبة ببصيرة وحكمة أطلق هذا المشروع الكبير، المشروع الذي وحد به الأمة الإسلامية ونادى به كل الشعوب الحرة الأبية ألا ينسوا قضية، ألا ينسوا قضية وهي قضية تهم الأمة الإسلامية وتهم المسلمين جميعا من منطلق من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ومن منطلق إن المؤمنين إخوة لا فرق بين ذلك بين المذاهب والعناوين، كل على مذهبه ومشربه ومأخذه، ولكن العنوان الأكبر والعنوان الحقيقي هو عنوان الأمة الإسلامية التي من خلالها
يمكن لهذه الأمة الإسلامية أن تكون خير أمة أخرجت للناس، تعي وتشعر وتتأثر بما يتأثر به الآخرين. هكذا أراد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن تكون الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، لأنه كما قلنا لهذا الشهر أثر كبير على نفوس المسلمين، وقد تهيأوا معنويا، وقد تهيأوا عباديا، وقد تهيأوا قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون العشرة الأخيرة من هذا الشهر لما فيها من الأمور العظيمة، ومنها ليالي القدر الذي يستجاب فيها الدعاء، ويتقرب فيها العباد، فيها الليالي التي أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنه، فيها أعمال كثيرة، وقد محيت كل الذنوب وصفيت كل القلوب. أراد للأمة الإسلامية أن يكون لها موقفاً مشرفاً تجاه القضية الفلسطينية، هذه الأرض المغتصبة التي اغتصبها اليهود الصهاينة الذين أرادوا أن يشقوا الأمة الإسلامية وأن يزرعوا هذه الغدة السرطانية في وسط جسد الأمة الإسلامية. كما مر أن هناك قضية لربما نساها التاريخ ونساها الدهر، كقضية الأندلس التي مرت على المسلمين منذ قرون طويلة، عندما هجم الصليبيين أي المسيحيين على الدولة اليوم الإسبانية، وأخذوا واقتطعوا من الأمة الإسلامية الأندلس التي هي كانت معقلاً ومكاناً مزدهراً باسم الإسلام وباسم الأمة الإسلامية، ولا زالت الأندلس فيها معالم للدين ومعالم للإسلام، ولا زالت المآذن والمساجد موجودة تاريخية، ولكنها قد تغيرت وخرجت من ضمن جسد الأمة الإسلامية، وقد تناسوها حكام هذه الدول وتركوها وكأنها لم تكن من الدولة ومن الأمة الإسلامية. ولكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أبى أن تكون فلسطين كالأندلس، بل إنه جعل هذا اليوم رمزاً لتتذكر الأمة الإسلامية وأبناء الأمة الإسلامية القضية الفلسطينية وقضية بيت القدس، وهو أول قبلة للمسلمين، حيث ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، هذا المسجد وهذا المكان المقدس الذي كان أول قبلة المسلمين، الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله، سيعود إلى أحضان الأمة الإسلامية، وذلك ببركة وجودكم ووجود المشاهدين الذين أثبتوا للعالم على أنهم قادرون ويستطيعون أن يقفوا بوجه أعداء الدين وأعداء المسلمين. بكم ستعود القدس وستحرر من جديد وترجع إلى أحضان الأمة الإسلامية.
نعم اليهود وأهداف اليهود في هذه المنطقة. هم الذين أسسوا وهم الذين سعوا منذ أكثر من 60 عام لأن يصلوا إلى أهدافهم كما أرادوها، حيث قالوا دولة الصهاينة أو دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل أو من النهر إلى النهر، ولكنهم فشلوا وخابت آمالهم بل انتهت أحلامهم بعدما أن وقفتم بوجوههم بعد آخر مشروع وآخر خطة وضعوها بأن أسسوا ما يسمى بعصابات داعش الإرهابية التكفيرية، حيث أرادوهم جندا لليهود بثوب للإسلام، ظاهرهم إسلاميون وباطنهم صهاينة يهود يمررون مشروع القضية الصهيونية بالمنطقة، ولكنكم بسواعدكم وبصمودكم وبقلوبكم القوية الثابتة استطعتم أن تغيروا المعادلات وأن تمحوا كل المخططات وأن يرجعوا أدراجهم فاشلين غائبين مطأطئين رؤوسهم. نعم لن يتركوا هذا الأمر، ولكنهم كلما سعوا سيجدون أمامهم أبطالا ورجالا أشاوسة كهذه الأبطال الذين جاءوا اليوم يستعرضون ويقدمون أنفسهم مشاريع استشهادية لنصرة القدس المحتلة ولنصرة الفلسطينيين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين شردوا بين البلاد. اليوم أنتم ومن هذا المكان وفي محافظة الأنبار وفي قاطع عمليات محور الأنبار أنتم أول الذين استعرضوا ورفعوا أصواتهم لأجل نصرة القدس المحتلة، واليوم أنتم تمثلون الثلة الطيبة المؤمنة من الرجال الذين صبروا وجاهدوا وقدموا أنفسهم لنصرة الدين والمذهب. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولجميع المجاهدين الصابرين التوفيق والسداد وحسن العاقبة إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد أن توفقنا لما يرضيك وأن تجنبنا معاصيك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جسدت معاركنا الأخاء في الله، جسدت معاركنا التلاحم والأخاء في العقيدة والدين والمذهب. فنتقدم بالشكر الجزيل إلى شركائنا من أنظار سرايا الجهاد على مشاركتهم لنا في حفلنا هذا. يتقدم المجاهد أبو حيدر السعيدي معاون عام اللواء 16 حشد الشعبي بإلقاء كلمته، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمي وباسم سرايا الجهاد أتقدم الأخوة أمين عام سرايا الخراساني وآمر اللواء وقيادات سرايا الخراساني بشكل جزيل، أتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم. هذا اليوم يوم المظلوم، يوم الفتوى المباركة ودعوة الإمام الخميني قدس الله سره، يوم إظهار كلمة الحق، يوم إعلاء صوت المظلوم، يوم وقفة ضد الاستكبار العالمي. إن شاء الله مجدد العهد لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والإمام الخميني أن نكون جنوداً محررين للقدس الشريف وكل الأراضي الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشهداء حق علينا، فلنقف إكراما وإجلالا لدماء شهدائنا بقراءة سورة مباركة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا اليوم لن ينسى، هذا اليوم المحفور سيبقى خالدا في التاريخ. سنبقى الى هذا اليوم وننادي في كل رمضان، ننادي القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا. وسنبقى الدماء كل الدماء لاسترجاع القدس، لاسترجاع القدس لنا. القدس ستبقى عربية. كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا للشيطان، كلا كلا استكبار، كلا كلا أمريكا. في ختام حفلنا لا يسعنا إلا أن نتقدم ونتوجه إلى الباري عز وجل وندعوه في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام التي أخصها الله وهذه الليالي التي جعلها الله فيها ليلة القدر التي هي قوم الانتشار. وصلى الله على محمد.